عندي شقيقتي تبلغ من العمر 20 سنة ولم تتزوج، وكل ما تقدم رجل إلى خطبتها امتنعت من الزواج منه، وتقول أنا لا أخذ إلا أولاد عمي، علما أن أولاد عمي أكثر ما يصلي. نرجو أن تدلونا إلى مخرج من هذا المأزق. على حسب تعبيرها حاجة لها إذا كانت إذا خطبت لا تريد وتأبى إلا أولاد عمها تنصح ويقال لها له ليس من الشرط أولاد عمك أولا قد لا يرغبون فيك، قد يكون لهم رغبة أخرى لمن هو أجمل منك أو غير ذلك من الأسباب، وقد يكون أولاد عمك لا خير فيهم لأنهم لا يصلون والساب لا يصلون فلا وجه لانتظارهم، وإن كانوا قد يهديهم الله ويتوبون لكن لا وجه لانتظارهم لأن المرة على خطر والساب على خطر، فينبغي البدار بالزواج وعدم الانتظار إذا جاء الزوج المناسب. فأولياء المرأة ينصحونها ويوجهونها الخير حتى تقبل الخاطب الطيب ولو كان من غير أولاد عمها، هذا هو الواجب. والوعلى أيضا الأولياء اللي يحبسوها لأولاد عمها، بعض الأولياء يقول لا أبدا إلا ولد عمها ولا تبقى عندك، يحبسها ويلزمها ويكرهها على أولاد عمها، وقد يكونون غير صالحين وقد يكونون فيهم علل الأخرى غير الصلاح لا ترضاهم المرأة، فلا يجوز لأبيها أن يرغمها على أولاد عمها، ولا يجوز لأولاد عمها أيضا أن يرغموها ويتوعدوها ويقولوا لا تزوجت فعنا وفعلنا، هذا كله واجب كله من أمر الجاهلية. لا لأبيها أن يرغمها ولا لأولاد عمها أن يرغموها، وليس له أن يتوعدوا من تزوجها بقتله أو ضربه أو ما أشبه ذلك، كل هذا من أمر الجاهلية. وعلى ولاة الأمور إذا علموا هذا يعزوا من فعل ذلك ويؤدبوا من فعل ذلك ردعا للظلم وحسما لمادة الفساد.